نروح لزميلنا فاروق صلاح من معسكر الأهلي عشان نتكلم على الدقائق أو الساعات الأخيرة قبل بداية المباراة. النهاردة المباراة إن شاء الله هتبتدي الساعة 9:30. خلينا نروح لفاروق ونقول مساء الخير يا فاروق. مساء الخير للزميل العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله يوم يكون سعيد على كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله، ويكون التوفيق حليف فريق النادي الاهلي النهارده زميلي احمد في مواجهه فريق بيراميدز باذن الله. رغم انها مرحله صعبه ورغم ان في غيابات كثيره جدا، لكن عدينا بده في ماتشات كتير، وخصوصا خليني اقول انه جزء من حاله الثقه والتفاؤل دي هو ارتفاع يعني مستوى الاداء او كيرف الاداء مع كابتن سامي قمصان في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه. شفنا ده في ماتش الزمالك رغم التعادل، شفنا ده في ماتشات الكاس في البطوله الجديده، وشفنا ده مؤخرا امام غزل المحله. الاهلي لعب مباراه يعني كويسه وقدر يحسم النتيجه لصالحه، لكن تبقى مباراه بيراميدز ليها خصوصيه بصرف النظر على المنافسه على لقب الكاس. دايما ماتشات الاهلي وبيراميدز بيبقى ليها حسابات ثانيه. تكلمنا على يعني معالم معسكر الفريق من الصبح لغايه اللحظات دي، وتكلمنا على الحاله العامه سواء مع الجهاز الفني كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سيد سامي قمصان، او مع اللاعبين نجوم النادي الاهلي اللي هيلعبوا ماتش النهارده. يعني في البدايه بالفعل اتفق معاك زميلي احمد، يعني استعراضك للمباراه واهميه المباراه وظروف المباراه سواء في الاهلي او في فريق بيراميدز. خلي بالك كمان بيزيد من صعوبه اللقاء هو نتيجه اخر مباراه جمعت ما بين الاهلي وفريق بيراميدز، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. بيزيد من صعوبه اللقاء وبيرفع الدفع اكتر عند لاعبي بيراميدز طبعا النهارده في مواجهه فريق النادي الاهلي في ظل غيابات بيعاني منها النادي الاهلي، اكثر من 11 لاعب النهارده النادي الاهلي بفتقد لكلهم عناصر من العناصر الاساسيه. بتكلم على تشكيل بالكامل بيغيب على النادي الاهلي، لكن من النقاط المهمه اللي يعني زي ما استفضتها زميلي احمد هي الحاله المعنويه في الفتره الاخيره، الاداء مع الكابتن سامي قمصان، الروح المعنويه اللي شفناها سواء في مباراه الزمالك، والنقاط المهمه جدا اللي اتكلم فيها الكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ، التصميم عند اللاعبين. شفنا التصميم بعد هدف النادي الزمالك الثاني طبعا، صلاح محسن والنادي الاهلي يكون رد فعله سريع جدا، شفناه في مباراه الزمالك ايضا. التصميم والاراده اللي كانت عند لعيبه النادي الاهلي واللي دايما بنقول عليه رهننا على شخصيه لعيبه النادي الاهلي في الاوقات الاخيره، وده اللي كنا شفناه في مباراه غزل المحله، ودي من اهم النقاط اللي اشاد بيها الكابتن سامي قمصان في اجتماعه الاخير مع اللاعبين والمحاضره الاخيره. قال ان الروح موجوده والاصرار موجود، والمباراه الصعبه والظروف الصعبه هي اللي بتصنع شخصيه اللاعبين وهي اللي بتصنع الابطال في النادي الاهلي. قال احنا في مباراه صعبه جدا، مباراه طبعا زميل احمد انت عارف مباراه بتتعلق ببطوله ليست مباراه في الدوري من الممكن ان انت تعوضها، لكن دي بطوله كاس مصر مبوط. طبعا المباراه في الدور ربع النهائي ان شاء الله الفائز من هذه المباراه نتمنى طبعا يكون النادي الاهلي هيكون في انتظاره فريق بتروجيت، ثم المباراه النهائيه هتكون امام فريق النادي الزمالك. كابتن سامي قمصان في اجتماعه الاخير بالامس مع اللاعبين زميل احمد اتكلم على هذه الدوافع، واتكلم على ازاي ان انا استغل الدفعه المعنويه واستغل حميه الشباب، يعني زميل احمد اتكلمت على ان فريق بيراميدز عنده مجموعه كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي وده بيزيد من صعوبه اللقاء. اتكلم هو ايضا على الحميه اللي عند اللاعبين، الثقه اللي شفناها زي ما يعني زياد طارق واحمد نبيل كوكا مصطفى شوبير وحمزه علاء كلهم من العناصر المهمه. كابتن سامي قمصان ركز على بعض الجوانب الخططيه الخاصه بفريق بيراميدز واسلوب اللعب الخاص بتكيس جونياس وعمليه التحضير، وان انا ازاي اعمل الضغط الاهلي على فريق بيراميدز من بدايه اللقاء، وضروره احراز هدف مبكر ان هو يريح الاعصاب شويه ويعني يسهل اللقاء على لاعبي النادي الاهلي. خليني اقول لك بعد ان اليوم النهارده اللاعبون تناولوا وجبه الافطار في تمام الساعه 11 صباحا، ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه 3:30، يعني عقب وجبه الغداء كان في جلسات مستمره ما بين اللاعبين. يعني زي ما انت استعرضت بنشوف يعني التشكيل ممكن يكون زميل احمد زي ما استعرضت التشكيل، ولكنها الثنائيات اللي بنشوفها ما بين اللاعبين اليو ديانج مع عمرو السوليه، صلاح محسن ومحمد شريف واحاديث جانبيه، وايضا بينضم لهم محمد مجدي قفشه. كابتن سامي قمصان اجتمع بمحمد مجدي قفشه، اجتمع بمحمد شريف، بعمرو السوليه، يعني اشدد على النقطة الأهم بقى دور أوضة اللبس وكباتن النادي الأهلي، الكابتن وليد سليمان، الكابتن محمد الشناوي، الكابتن رامي ربيعة وعمرو السولية ودورهم مع اللاعبين وتحفيز اللاعبين. وخلاص زميل أحمد يعني تشوف زياد طارق مع شوبير مع أحمد نبيل كوكا
ملامح اللاعبين زميلي احمد هو ملامح مش لعيب شاب او لاعب ناشئ، لا ده لعيب شايل المسؤوليه وحاسس بقيمه المباراه، ودي النقطه مهمه اللي لازم بتوصل للاعب، بيتورثها بقى من الكباتن اللي موجوده، بيتورثها من الجهاز الفني، دي نقطه مهمه جدا بتنعكس بنشوفها في ملامح اللاعبين. ما تشوفش ملامح زياد طارق ان ده لعيب ناشئ مواليد 2000 او احمد نبيل كوكا، لا ملامح على وجهه نفس الملامح اللي على يعني على وجوه لعيب الكباتن النادي الاهلي، ودي دايما اللي بيقولوا عليها شخصيه لعيبه النادي الاهلي. صحيح. اقدر برضو اقول لك زميلي احمد على يعني خلينا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله على الغيابات والاصابات، وكانت حاله من الحزن لدى الجهاز الفني لاصابه بيرستاو. بيرستاو بالامس طبعا اشتكى من الام في العضله الاماميه، وكانت دي خليني برضو ان انا اوضح لك ان دي ليست في نفس المكان الاصابه القديمه، لكن اصابه في القدم الاخرى، تم اجراء الاشعه ثبتت الاشعه وجود مزق في العضله الاماميه، وبالتالي اللاعب هيغيب لمده شهر. طمنا بقى طبعا النهارده طاهر محمد طاهر موجود، عوده علي معلول واليو ديانج، طمنك ان شاء الله حمدي فتحي وحسين الشحات ان شاء الله يكونوا موجودين خلال المباراه القادمه، وايضا محمد عبد المنعم، احمد عبد القادر ان شاء الله على مباراه الجونه. تقدر تقول يعني النادي الاهلي مباراه بعد الثانيه هيبدا يستعيد بهذه الاوراق المهمه. زميلي احمد لو وقتك يسمح ممكن انقلك ونروح على المعسكر الثاني، معسكر فريق بيراميدز، ونتكلم على التشكيل المتوقع بنسبه كبيره. بالظبط زميلي احمد، خليني اقول لك ان مستر تاكيس جونياز بالامس عقد يعني المحاضره مع اللاعبين، والمران الرئيسي كان على ملعب الدفاع الجوي، اتكلم مع اللاعبين على اهميه المباراه، واتكلم ان فرصه مواتيه للاعبين لتعويض الاخفاق في المباراه الاخيره اللي كانت في الدوري وهزيمتهم بثلاث اهداف، ولكن حذر اللاعبين بضروره عدم الاستهانه بغيابات النادي الاهلي، وشدد على ان النادي الاهلي عنده عناصر مؤثره وعناصر مهمه. واقول لك التشكيل اللي هيلعب بيه هذا اللقاء هيكون شريف الاكرامي في حراسه المرمى، قدامه اثنين مساكين علي جبر وأسامة جلال في اليمين، أحمد فتحي في الشمال، حسين السيد في منتصف الملعب، الوليد الكارتي وإيريك التراوري، ولو في تبديل هيبقى ما بين إيريك التراوري ونبيل دونجا. قدامهم ثلاثة، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، إسلام عيسى، وفخر الدين بن يوسف. ده التشكيل المتوقع والأقرب لفريق بيراميدز في هذا اللقاء. يعني أأكد عليك على أمر مهم جدا، إن المباراة تقام بدون بالظبط في بعض الاخبار زميل احمد كانت قالت لاصابه رمضان صبحي، لكن خليني اكد لك جاهزيه رمضان وجاهزيه اللاعبين، الغيابات اللي موجوده في فريق بيراميدز، محمد حمدي، عمر جابر، ابراهيم عادل. اكد لك ايضا ان المباراه بدون حضور جماهيري طبعا للقرار اتحاد الكره المصري، من المقرر ظهور النادي الاهلي بالزي الرسمي الاحمر للنادي الاهلي، فريق بيراميدز هيكون ظهوره بالرداء الازرق. دي تقدر تقول كل الكواليس من داخل المعسكرين. زميلي احمد انا موجود لو في اي استفسار او اي تساؤل. كل الشكر ليك، كل الشكر ليك يا فاروق، بشكرك شكرا جزيلا دايما، الحقيقه بتحطنا في الصوره بكل تفاصيلها، بشكرك شكرا.